أوبل، الاسم اللي ما بيعرفه جيل الألفينات بسبب اختفائه التدريجي عن الساحة، كان بيوم من الأيام موجود بكل شارع وبكل عيلة. كانت سياراتها معروفة بأنها عملية واقتصادية بالإضافة لتصاميمها العصرية. أوبل للأسف حاليا شبه نادر أنك تشوفها أو حتى أنك تفكر تشتريها بسبب انسحابها التدريجي من السوق وعدم تطورها بالشكل الصحيح وبيع حصصها لشركات أخرى. وللمعلومة فإن سيارة أوبل تباع تحت اسم فوكسل في بريطانيا، وشيفروليه في أمريكا اللاتينية وهولندا وأستراليا، وبيويك في الصين، وأحيانا كانت تيجي تحت اسم دايو أو لوتوس. في هاي القائمة جمعت 10 سيارات أوبل مميزة نسيناها أو ما سمعنا عنها من قبل. أوبل راك، لو رجعنا في الزمن 100 سنة لورا وسألنا عن سرعة السيارات بوقتها رح تلاقي أنه 160 كيلومتر هي سرعة سيارات السباق، وكانت أغلبية السيارات وقتها بتمشي بسرعة 80 كيلومتر تقريبا. لكن تخيل أنه أوبل وقتها قدرت بوحدة من سياراتها توصل لسرعة 290 كيلومتر. في سنة 1928 أجت أوبل وحكت بدنا نعمل إشي خارج عن المألوف وما حد فكر فيه، ببساطة بدنا نعمل أسرع سيارة في العالم، وعشان تكون الفكرة مجنونة صح حكوا بدنا نركب عليها صواريخ لدفع السيارة. الفكرة من السيارة ما كانت أنها تكون سيارة تجارية، بل كانوا حابين يتركوا بصمتهم في صناعة السيارات وتكون فكرة ممكن تغير هاي الصناعة للأبد. السيارة انحطت على سكة قطار عشان ما يكون في مجال انها تنحرف، وفعلا عند اول تجربة وصلوا لسرعة 75، وعادوا التجربة مع زيادة عدد صواريخ ليصيروا 24 صاروخ، واللي قدرت من خلاله السيارة انها توصل لل 230 تقريبا. هون تمادوا شوي وحكوا يلا نجرب كمان مرة بلكي كسرنا الرقم، وفعلا في هاي التجربة وصلت السيارة لـ 290، ولكن بعدها قررت السيارة تطلع برا السكة وتحطمت. حكت أوبل حلو الكلام يلا نعمل تجربة رابعة، لكن هالمرة انفجروا صواريخ الدفع وما سجلت السيارة رقم جديد وتحطمت. ووقتها منعت أوبل من إنها تعمل اختبارات تانية على السكة، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. أوبل جي تي، يمكن لو شفت السيارة للمرة الأولى رح تفكرها كورفيت أو أي سيارة إيطالية إلا أوبل، طبعا كونه ما تعودنا على هيك تصاميم منها. هاي الأوبل اللي أصدرت من سنة 1968 إلى 73 واللي امتلكت بابين وشكل رياضي وعصري، هي فعليا من تصميم شركة فرنسية، وهذا بيفسر شكلها الجديد والمايل إلى التصاميم الأوروبية. السيارة فعلا جميلة وملفتة، ولكن كانت تعاني من إشي بسيط، وهو أنه قدمت السيارة بمحرك 1100 سي سي، لكن بإمكانك أنك تطلب منهم محرك 1900 سي سي كإضافة للسيارة. ولد المحرك اللي هو 1900 سي سي 102 حصان، وتسارعت السيارة من 0 ل 100 خلال 10 ثواني، وهو رقم مش كتير منافس خصوصا لما تعرف أنه وزن السيارة كان 850 كيلوغرام. طبعا صنع من السيارة حوالي 100 ألف نسخة وتباع اليوم بسعر 15 ألف دولار. طبعا هو مش رقم كبير لسيارة كلاسيك. أحد أكثر الأمور غرابة في هاي السيارة هو طريقة فتح الإضاءة الأمامية واللي كان بيقلب بشكل غريب. أوبل مانتا 400، محاولة تانية لأوبل في سيارة رياضية كوبي واللي أصدرت عام 1970 ل 1988. طبعا امتلكت السيارة في أفضل حالاتها محرك 1900 سي سي بقوة 105 حصان، وكانت تتسارع للمية خلال 14 ثانية. طبعا هذا الرقم أبعد ما يكون عن أي سيارة رياضية. فشو المميز في السيارة؟ المميز يا عزيزي هو نسخة محدودة جدا من السيارة واللي كانت تمتلك مواصفات أعلى بكثير من المانتا العادية، وهي مانتا 400. انصنع من السيارة 254 نسخة. هاي النسخة امتلكت محرك 2400 سي سي بولد 148 حصان مع تعديلات على الشكل الخارجي، ووزن 960 كيلوغرام، ونظام تعليق أفضل واللي خلى السيارة توصل للمية خلال 8 ثواني و9 بالعشرة. طبعا هذا فرق كبير عن المانتا العادية. سعر السيارة الحالي هو 30 ألف دولار تقريبا، واللي أنتج من عام 1983 إلى 86. أوبل سبيدستر، قليل جدا من شاف هاي السيارة على الواقع، لكن كثير من نساءها في لعبة نيد فور سبيد رغم ان السيارة حديثة نوعا ما. هاي السيارة تعتبر خليط ما بين أوبل وسيارة لوتوس، امتلكت تصميم أوروبي، مواصفات تعتبر جيدة جدا مثل محرك خلفي ونسخة مكشوفة وتصميم عصري والإضافات المميزة الموجودة فيها. السيارة نزل منها أكثر من نسخة للمحرك، أفضلهم هو 2000 سي سي تيربو بقوة 200 حصان، كان قادر للوصول للمية خلال 4 ثواني و7 بالعشرة، وسرعة قصوى هي 240 كيلومتر. طبعا هذا رقم ممتاز، ويمكن تتساءل كيف يعني وصلت لهذا الرقم بقوة 200 حصان. طبعا كان أحد أسبابه خفة وزن السيارة اللي كان فقط 930 كيلو.
ظهرت السيارة لأول مرة خلال معرض جنيف للسيارات عام 1999. توقف إنتاج السيارة فعليا كان من طرف لوتس لما شافت أن السيارة أصبحت منافسة لسياراتها، وبنفس الوقت كانت من مشاكل مادية عند أوبل فما قدرت تكمل لحالها. انصنع من السيارة 31 ألف نسخة، منهم عدد قليل جدا من نسخ التيربو، وسعر السيارة حاليا هو 30,000 دولار. أوبل ريكورد كومودور GSE. هاي السيارة تحديدا لها كتير ذكريات في طفولتنا، تقريبا كانت كورولا عصرها، بتذكرها منيح لما كنا نطلع بنسخة الستيشن منها كسيارة رحلات. بتوقع انها كانت بكل عيلة في فترة الثمانينيات. الريكورد بشكل عام اصدرت من سنة 53 ل 86، لكن اشهرهم هو الجيل السابع منها واللي اصدر من عام 72 ل 77 واللي انباع منه 1,100,000 نسخة. وللعلم السيارة انباعت تحت اسم شيفروليه او رينجرز في بعض الاسواق. كانت تمتلك اكثر من خيار للمحرك، اشهرهم محرك ال 1900 سي سي بقوة 100 حصان، لكن في نسخة قليل جدا شافوها او بيعرفوا انها موجودة اصلا، هي نسخة الكومودور جي اس اي. السيارة هاي كانت تعتبر النسخة الرياضية من الريكورد، واللي امتلكت محرك 6 سلندر 2800 سي سي بولد قوة 160 حصان، واللي كانت تنطلق للمية خلال 9.3 ثواني بالعشرة، وكانت قادرة للوصول للميتين كيلومتر كسرعة قصوى. كان عندك الخيار انك تشتري السيارة كأربع ابواب او بابين كوبيه، وتم تصنيعها من عام 73 لل 75. سعر السيارة حاليا هو 15,000 دولار، وللعلم في واحدة من الإصدارات كانت تسمى بالكومودور جامبو، واللي كانت نسخة للسباق امتلكت محرك V8 6000 سي سي، ولكنها كانت فكرة وما استمرت طبعا، وإن شاء الله بنحكي عنها بفيديو قادم. أوبل أوميجا لوتوس. لو سألت عن أسرع سيارات السيدان في فترة التسعينات بيخطر ببالك الـ M5 BMW أو مرسيدس 190 AMG مثلا، بس تخيل أن أوبل أوميجا كانت واحدة من أسرع سيارات الصالون في العالم بوقتها. خليني في البداية أعرفكم على الأوبل أوميجا، السيارة الأفخم من أوبل واللي بدأ إنتاجها من عام 1986 إلى 2003، وكانت تعتبر الأغلى من خطوط إنتاج أوبل. فكرة السيارة من الأساس مش السرعة أبدا، بل كان المفروض انها تكون سيارة مريحة وفخمة وآمنة، لكن مع وجود النسخة الرياضية من فئة البي ام دبليو ومرسيدس حكيت لك أوبل انه احنا مش اقل منهم وبدنا نعمل زينا زيهم نسخة رياضية، وفعلا كانوا قد كلامهم. بدي اياكم تستمتعوا بالارقام اللي رح تسمعوها. امتلكت السيارة محرك 6 سلندر بحجم 3600 سي سي تيربو بولد 377 حصان، واللي كان قادر انه يوصل السيارة للمية خلال 5.4 ثواني من الثانية، وسرعة قصوى هي 285 كيلومتر على سيارة أربع أبواب بوزن 1700 كيلوغرام. أرقام رائعة جدا بالنسبة لهديك الحقبة. وعشان تاخدوا فكرة عن الفرق، فمنافستها البي ام دبليو ام 5 بوقتها كانت بقوة 335 حصان، وبتتسارع من الصفر للمية خلال 5.9 ثواني من الثانية، وسرعة قصوى 250 كيلومتر. السيارة تعتبر نادرة وفي منها 950 نسخة فقط. استمر إنتاجها من 1990 إلى 1992، وكانت تعاون بين أوبل ولوتس. سعر السيارة حاليا هو 150,000 دولار تقريبا، وتعتبر أحد السيارات المميزة جدا في حقبة التسعينات. أوبل كاليبرا. بتذكر كانت واحدة من أحلامي أني أشتري هاي السيارة وأنا صغير. كانت السيارة رياضية من أوبل واللي كان يلفتني تصميمها كتير. طبعا بدأ إنتاج السيارة من عام 89 ل 97 كسيارة كوبي، وكان تصميمها يعتبر أقل تصميم لسيارة تجارية مقاومة للهواء في العالم طبعا لمدة 10 سنوات من بدء إنتاجها. امتلكت السيارة أكثر محرك، من أفضلهم محرك الـ 2500 سي سي اللي بولد 174 حصان، وكانت تتسارع للمية خلال 9 ثواني تقريبا. السيارة كانت منتشرة بشكل كبير وخصوصا في أوروبا، والناس كانت كتير بتعرفها، ويعني ما كانت إشي مميز، ولكن المميز أنه قليل بيعرفوا أنه في منها إصدار أقوى وهو كاليبرا تيربو. بدأ إنتاج هذا الإصدار من عام 92 ل 96، واللي كانت تمتلك محرك 2000 سي سي تيربو ولد 205 حصان، كانت قادرة للوصول للمية خلال 6.8 ثواني بالعشرة، بالإضافة لميزة الدفع الكلي للعجلات واللي أعطاها تماسك أفضل كمان في الانطلاق. انصنع من نسخة التيربو 14,000 نسخة فقط، وتباع بسعر 15,000 دولار تقريبا. أوبل سي دي.
السيارة هاي يمكن هي الأندر بين إصدارات أوبل، واللي كانت تعاون بينها وبين شركة بيتر الألمانية لصناعة السيارات الفخمة. القصة بدت ببساطة في عام 1969 كسيارة تجريبية، وعرضت في معرض فرانكفورت للسيارات كسيارة رياضية. الفكرة بالأساس كانت منافسة السيارات الإيطالية اللي كانت منتشرة في وقتها، واللي كانت أوبل وبيتر عندهم فكرة عن إنه ليش ما نعمل سيارة بتصميم إيطالي وعصري مع أداء ألماني. وفعلا بدأ الإنتاج في عام 1973. السيارة تصميمها خليط ما بين فيراري وأستن مارتن ومازيراتي، اللي خلى شكلها فعلا مميز. طبعا السيارة ما كانت تصميم فقط، بل كان أدائها جيد جدا. امتلكت السيارة محرك V8 5400 سيسي بولد 228 حصان، بينطلق للمية خلال 9 ثواني و6 بالعشرة. انصنع من السيارة 395 نسخة فقط، وتباع بسعر 90,000 دولار تقريبا. أوبل أسترا OPC Extreme Concept. أوبل أسترا اللي بدأ تصنيعها من عام 1991 لل 2017 سيارة عائلية بسيطة كيوت ما بتشوف منها إلا كل خير. محركاتها بتتراوح ما بين 1400 سيسي لل 2000 سيسي، بيولد 200 حصان لأفضل حالاتها في الموديلات الحديثة. تقريبا هي أحد أشهر موديلات أوبل، وسبب وجودها على هاي القائمة مش لأذكرك فيها، بل عشان أعطيك معلومة عن واحدة من الإصدارات اللي بالغالب أول مرة بتسمع فيها. النسخة اللي ظهرت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات عام 2001. السيارة ما إلها علاقة بأي شكل من الأشكال بالأسرة العادية، إلا بعض الشبه في التصميم في المقدمة، ولكن بالنسبة للمواصفات اسمع يا عزيزي الأرقام الجميلة. محرك 8 سلندر 4000 سيسي بولد 444 حصان، كان قادر للوصول للمية خلال 3 ثواني و9 بالعشرة، وسرعة قصوى 330 كيلومتر، بالإضافة لأبواب جالوينج وهيكل مصنوع من الكربون فايبر وتصميم داخلي وخارجي رياضي بالكامل، ووزن 1150 كيلوغرام. طبعا كان في وعود بأنه يتم إنتاج السيارة، لكن في النهاية ما أنتجت، وما في غير نسخة وحيدة في العالم من هاي السيارة موجودة في متاحف أوبل عشان تذكر الناس بأنه أوبل كانت قادرة على إنتاج سيارة عالية الأداء يوما ما. أوبل كاديت سوبر بوس. سيارة الكاديت سيارة غنية عن التعريف، كانت الأغلبية بتحبها بسبب أنها اقتصادية وعملية، وانتشرت بشكل واسع في الثمانينيات والتسعينات. بدأت أوبل بإنتاج كاديت من 36 إلى 40، وثم انقطعت إلى 62 إلى 91، وأشهرهم كان موديل الكاديت إي من موديلات 84 إلى 95. كانت تمتلك محركات بسيطة اقتصادية لطيفة من 1200 سيسي إلى 1800 سيسي، كان يولد بأحسن حالاته 115 حصان. فالسيارة عامة هي أبعد ما يكون إنها تكون سيارة رياضية أو سيارة عضلات حتى، ولكن ما رح تصدق انه كان في نسخة من كاديت كانت قادرة انها تسبق بعد موديلات البي ام دبليو مثلا. طبعا انا لما حطيت على صفحتي على الفيسبوك هاي المعلومة، الناس استغربت، ومنهم اللي فكرني ببالغ، لانه الاغلبية ما بتعرف عن هاي النسخة او نسخة السوبر بوس او ما يسمى بالجي اس اي اس، واللي اصدرت في عام 1990. امتلكت السيارة محرك 2000 سي سي معدل بيعطي قوة 170 حصان و228 من عزم الدوران أو التورك، كان قادر للتسارع للمية خلال 7 ثواني و6 بالعشرة، وصولا لسرعة 223 كيلومتر بسبب أنه وزن السيارة 971 كيلوغرام. وعشان تفهموا المقارنة، فمثلا سيارة البي ام دبليو 320 موديل 2017 بتمتلك محرك 2000 تيربو مولد 170 حصان، بتتسارع على المية خلال 7 ثواني و2 أجزاء من الثانية، أي أسرع بأربع أعشار فقط من الكاديت موديل 1990 بدون تيربو. السيارة هاي تعتبر نسخة منسية من تاريخ الكاديت رغم نجاحها، بس ما كان في منها عدد إنتاج كبير. تباع السيارة الآن بحوالي 15,000 دولار. كانت هذه قائمة من 10 سيارات أوبل مميزة. احكي لنا رأيك في التعليقات، وشوفي سيارات ممكن نضيفها على القائمة، ولا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد.